اهلا بكم، حلقه جديده النهارده وفيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم نصايح وتبشيرات وتحذيرات للابراج لشهر مارس 2021. اوريدي بدانا امبارح، اول برج بدانا نتكلم عنه هو برج الدلو. النهارده تاني برج هو برج الثور، وهنتكلم عن ايه اهم النصايح لبرج الثور والطاقه المسيطره عليه. طبعا تورس، عايزه اشكركم جدا. احنا برج الثور من تالت اكبر نسبة مشاهدة في الشانل. انا بحب التور طبعا جدا، وانتوا عارفين اكيد ان هو من الابراج المقربة الى قلبي، بس بجد تانكيو ان انتوا بتتابعوني على طول، ودايما فعلا كل الفيديوز بتاعت البرج من بتعمل نسبة مشاهدة عالية جدا جدا. طيب برج التور في شهر مارس، هنتكلم النهاردة من يوم 21 فبراير لحد يوم 30 مارس. شايفة الطاقة المسيطرة عليك ان انت في ان انت مركز في شغلك يا برج التور، بتحاول ان انت بتحاول ان انت عندك هدف، يعني عندك هدف، عندك حاجة انت حاططها قدامك، فانت you are persistent working، يعني حاطط تحدي بينك وبين نفسك ان انت هتوصل للهدف ده، وان انت هتقدر تشجع ناس والتيم بتاعك والناس اللي عندك، لو انت مانجر او لو انت مدير، ان انت هتوصلوا، يعني هتوصلوا كلكم كتيم وورك او كشخص. فشايفه ان انت التيم وورك سبيريت بتاعتك او اللي هو التعاون والقدره على ان انت تلتحم مع ناس تانية وان انت تسبورت ناس تانية قويه جدا جدا. فتلاقيك لو انت عندك ناس من التيم الشهر ده بالزياده، عمال بتساعدهم، عمال بتحاول مش عمر عمال بتحاول ان انت تديهم دعم، تديهم حتى اهلك مثلا، هتلاقيك مصدر دعم ومصدر قوه لاهلك او اصدقائك او الناس القريبه منك. طيب فبرج الثور شايفه ان انا شايفه قراءه لطيفه، بالعكس عندك سبيريت قويه، عندك طاقه قويه لنجاح، طاقه نجاح موجوده. في شويه عقبات ممكن تقابلك في العمل او في الهدف، ان انت توصل للهدف ده الموضوع مش سهل، يعني الموضوع مش هيجي بسهوله، لا في شويه تحديات وشويه عقبات او شويه مفاجآت ممكن تحصل لك، بس انت ادكتت يور تارجت. يعني الثور عامل زي مثلا هو التارجت بتاعه هنا، هو ماشي هنا، ممكن هو ماشي يلاقي فجاه طوبه ولا زلطه فتلاقيه طالع ونزل تاني. فالموضوع الطريق بتاعك مش ستريت فورورد، مش سلس، بس في بالرغم التحديات والعقبات والمشاكل الا انت قدها وقدود وهتقف. يعني دايما الابراج الترابيه كده، يعني العذراء والجاتي والثور لما بيبقى عندهم تحديات بيكونوا قدها وبيتحدوها، بيعرفوا يوصلوا هم عايزينه جدا. قولوا لي الكلام ده مظبوط يا جماعه ولا لا، يعني برج التورس قولوا لي هل انتوا بتحبوا التحدي، وبيبقى لما بيبقى في تشالنجز قدامكم بتبقوا قدها جدا وبتبقوا مبسوطين بالتشالنجز والتحديات دي ولا لا. طيب نكمل برج التور. كمان على النطاق المالي شايفه فيه فلوس كويسه جايه لك، ممكن يجي لك مثلا زي بونص، زي لا شايفك كمستوى دي ممكن تكون في حاجات كتيره نفسك تشتريها فهتشتريها، عندك مشتريات كتير او مصاريف كتير في المشتريات، بس انا شايفه في فلوس كويسه جايه لك في شهر مارس، مش اعلى حاجه في الدنيا بس اتس جود باكج. يعني في مثلا جزء كنت انت متوقعه، مثلا بونص انت كنت عامل حسابه ان هو جاي لك، او فلوس انت اوريدي كنت متارجت ان هي تجي لك، في فلوس جايه لك زياده. شايفه ان في ناس ممكن تسبورت يو او تدعمك ماليا، الناس دي اما من برج من ابراج هوائيه او ابراج ناريه او ابراج ترابيه. الابراج دي هتبقى سبورت ليك، هتبقى دعم ليك، يعني برج ناري زي قوس وزي قوس وحمل، برج ترابي زي برج عذراء وزي جدي او تورس زيك، برج هوائي زي برج الدلو. الابراج دي هتدعمك او هتقدم لك نوع من انواع البوش، يعني ان انت تبقى افضل واحسن، هيدوك مثلا طاقه، هيدوك موتيفيشن. فدايما قرب الابراج دي الفتره دي لان هم هيبقوا رفقاء النجاح بتوعك يا برج التور. شايفه ان انت بتهرب من العاطفه، بتهرب من الحب، يعني هنتكلم عن الحب كمان شويه، بس عندك طاقه هروب كده. انت كل ما تلاقي الحب قدامك او تلاقي نفسك داخل على قصه حب وبدات تتعلق وبدات ان انت الحب ياخد عندك مسار قوي، الا ان انت بتتضايق او بتخاف او بتهرب فبتطلع تجري. معرفش ليه التورس على فكره من الابراج اللي بتخاف تحب، لان هم لما بيحبوا بيبقوا معطائين جدا جدا في الحب، ودايما مش متسرعين خالص، هم بطاء جدا. عشان كده لو اي حد بيتجسس على برج الثور لو لقيته بطيء ان هو يعبر عن مشاعره، او بطيء ان هو يقرب منك، او بطيء ان هو ده حتى ممكن يعني يطلع خطوات ويرجعها تاني من كتر البانيك اوف كوميتمنت، ان هو بيخاف يدي مشاعره بسهوله لاي حد. فاحترسوا يا برج الثور، يعني لا ادوا مساحه لنفسكم ان انتوا تحبوا، لان الحب هيبقى بوزيتيف ليكم الفتره الجايه. بلاش الهروب من الحب، بلاش اول ما تحس ان انت خلاص في حد
قريب منك، ان هو ممكن يدعمك، ان هو ممكن يسبورت ان انت تطلع تجري وتهرب وتبقى مش مبسوط اطلاقا وتبقى خايف وتبقى بتجري من الشخص ده، تبقى واخد شخصية الهارب. يعني بلاش بلاش كمان عند يا برج الثور الفترة دي شايفاكوا عنيدين قوي، يعني بتعاندوا مع نفسكوا، بتعاندوا في حاجات بتحبوها، بتعاندوا في حاجات عايزينها. لا يعني دي برضو ممكن تكونوا محتاجين تعملوا دايت او محتاجين تظبطوا جسمك يا برج الثور، يا اما الناس بتوع برج الثور يا اما عند عايز تعمل تونينج لجسمك يا برج الثور، سواء راجل او امراه. يعني انتوا جسمكوا حلو، مش تخينين، مش تخينين مش تخين ومش رفيعين، يعني عايزين تعملي تونينج يعني شيبينج لجسمكوا سواء راجل او امراه. فممكن تهتموا الفتره الجايه دي نصيحه بالجيم او باللياقه، اعملوا ورك اوت في البيت هتكون مفيده جدا. فانتوا جسمكوا حلو بس ممكن يبقى احسن، دي النصيحه. بس ما اعتقدش التورس عندهم ولا سمنه ولا عندهم نحافه، يعني في ابراج ثانيه عندهم سمنه زي العذراء مثلا. يعني كل واحد بذمتك، طب ده سؤال ليكوا بقى، كل واحد يقول لي زاد كام كيلو كده الفتره اللي فاتت. انا كراشا مراد بعترف وبقر بكوبايه البيبسي اللي انا ماسكاها دي ان انا زدت 10 كيلو. قولوا لي بقى كل واحد زاد كام كيلو. يعني انا المفروض دلوقتي عشان ابقى بيرفكت او الايديال ويت بتاعي اقل 10 كيلو. يا سلام بقى لو نلاقي حد كده لا فيتنس كوتش كده ولا حد نيوتريشن من نيوتريشن يجي يقول لنا بقى نعمل ايه ولا نخس ازاي، يعني من غير ما نأثر على الاكل. انا اهم حاجه عندي الاكل، زيكم يا تورس. التور بيحب الاكل جدا والفيرجو بيتفنن في الاكل جدا. فيعني قولوا لي انتوا عايزين تخسوا كام كيلو بذمتكم، انا بقول لكم 10 كيلو او من اول 7 انا اوكي، يعني وانا هعمل تارجت كده. يعني بحاول ان انا ايه العب رياضه شويه. يعني انا النهارده كنت في ميتنج كنت بطلع الدور الثامن وانزل والله بجد بالسلم، عشان قلت بلاش اسانسير يعني عشان ما اتحركش كتير، فاستغل الموضوع. يعني انتوا اعملوا كده حتى لو مش بتروحوا الجيم، ما عندكمش وقت مثلا تلعبوا رياضه، اطلعوا السلم، انزلوا السلم، بلاش اسانسير. يعني في حد بيقول اسنانك يا جماعه عامله عمليه جامده جدا في اسناني، مش قادره افتح بقي اصلا. هو باين ان انا اتخنت وشي، انا كل اللي شوفني اقول لكم على اعتراف. لا ده انا هعمل لكم فيديو بقى على موضوع التخن ده، نعمله فيديو تاني. نرجع لبرج الثور والحب. طيب التورس المنفصلين شايفه ان في حب جديد داخل حياتكم يا تورس، سواء انت منفصل او سنجل، حب عميق، حب حقيقي، حب مليان تحديات. يعني ممكن الشخص ده يكون في تحديات كتيره ما بينك وما بينه، بس هو هيتحدى هذه التحديات ومستني منك ان انت كمان تبتدي. بس المنفصلين شايفه ان انت لو انت عايز ترجع للشخص القديم بتاعك، انا شايفه انتوا الاثنين ستيبل. هو مش عند بقى، انت عنيد وهو عنيد، فانت زعلان واخد موقف وهو زعلان واخد موقف، كل واحد فيكم مستني التاني يبتدي. طبعا تورس مش هيبتدي خالص، تورس يا خرابي في التجاهل، ملك التجاهل، والطرف التاني واقف قصادك. فانتوا يعني انت مستني ياخد خطوه عشان انت تاخد خطوه، هو واقف مكانه وانت واقف مكانك، فشايفه ان مفيش اي حركه. لو انتوا منفصلين بتحبوا بعض وعايزين ترجعوا لحد منفصل، لا الشهر ده مش شايفه فيه رجوع لسبب، يا اما انت اللي تاخد الخطوه الاولى، الشخص التاني هيرد عليك بس مش على طول، او لو فضلت واقف مكانك مش هتحرك ومش هتحرك، لانه واضح ان انتوا الاثنين دماغكم ناشفه جدا جدا. طيب السنجلز اللي عايزين او المنفصلين عايزين حب جديد، في حب جديد داخل يا برج الثور. يعني حتى المرتبطين شايفه في حب، شايفه في انسجام، ترابط، كلام حلو، رومانسيه، احتواء. برج الثور يا جماعه ملك الاحتواء والرومانسيه، شايفه كل واحد فيكم بيحاول يقدم للتاني حاجه. بس شريك حياتك او الشخص اللي بيكراش عليك يا برج الثور هو زعلان منك، لانه حاسك بطيء قوي. يعني ممكن يكون هو عمال بيقدم خطوات وانت واقف مكانك مش بتتقدم، يعني واقف كده اللي هو ايه متنح، فهو متغاظ يعني اللي هو ايه ده، هو متحركش زي ليه؟ طب ما انا بتحرك، هو ليه مش بتحرك؟ فاحذر من بطئك في العلاقات. يعني انت بطيء عشان تاخد قرارات ودي حاجه بنقدرها، بس لما تلاقي الطرف الثاني او البارتنر بتاعك او الشريك بتاعك بدا ياخد خطوه، لو انت فضلت واقف انت هتدي له امبريشن او هتدي له ايحاء ان انت مش عايز في العلاقه، مش عايز العلاقه دي، فهو ممكن يرجع لورا. فبلاش يعني بحذركم من الحته دي، البطء الشديد ممكن ياثر على الشريك ويخليه يرجع لورا. مين الابراج المتوقع وجودها في حياتك في العاطفه الفتره الجايه لو انت مش مرتبط؟ ابراج ترابيه، عذراء، جدي وتورس، وبرج الجوزاء، وبرج الدلو. دولت الابراج اللي ممكن تدخل حياتك الفتره الجايه. طيب الشخص اللي داخل حياتك ده صفاته ايه؟ شخص عنيد زيك، شخص عصبي، ممكن يكون انت هو متهور شوية، يعني انت بطرف الاعقل في العلاقة، ممكن يكون اصغر منك بكتير يا اما اكبر منك بكتير، في فرق سن قوي، يا اما فرق سن كبير لفوق يا اما فرق سن كبير لتحت، يعني ممكن يوصل لا فرق سن كبير. يعني الشخص ده لا هو بيحبك وعايز يقرب منك، بس هو كمان عامل زي
هو برضو واقف مكانه، هو مستنيك تتحرك عشان انت تتحرك، او انا شايفه في عند حقيقي ما بينكم يعني، واحد كل واحد فيكم عايز التانية اللي يبتدي. بس الشخص ده ممكن يبدأ يتضايق منك يا برج الثور، وممكن حتى يرجع لورا الفتره في اواخر الفتره الجايه لسبب ان انت متنح، اللي هو يعني ما تتنحش يا برج الثور، بلاش تنحه والبطء يعني. اوكي طيب، ممكن يكون برج الثور بيفكر في السفر الفتره الجايه، شايفه في عقبات في السفر، يعني شايفه موضوع السفر مش سلس، مش زي برج الدلو. برج الدلو امبارح قلت له لا سافروا عندكم نجاحات في السفر، لا الثور عنده مشاكل في السفر، عشان تسافر تاخد قرار سفر في مشاكل او في عقبات ممكن تقابلك لحد يوم 22 مارس. من بعد يوم 22 مارس ممكن عقبه السفر تتفتح بالنسبه لك. بس قبل الميعاد ده انا شايفاك عايز تسافر، ممكن تكون عايز تسافر فسحه او تسافر عمل او تسافر حاجه كويسه، بس انت يعني في عقبات، فبالتالي ما تعنتش مع نفسك خلاص. لو لقيت الدنيا واقفه خليك اعمل هولد، الموضوع هيتفك من بعد يوم 22. برضو عندك في الشغل في شويه ناس بتراقبك او بتتفرج عليك او بتتابعك، يعني بيراقبوك بيتفرجوا عليك ومهتمين قوي بتفاصيلك، فخد بالك من الناس اللي هي ايه بتراقبك. شايفه عندك بونص، عندك فلوس جايه لك زياده الفتره دي، حاول تستغلها في حاجه ايجابيه ما تفرتكاش يا برج التور. شايفاكوا برج التور بتصرف فلوس كتير، يعني انتوا مبذرين في شهر مارس، يعني ممكن تجيبوا هدايا كمان، شايفاكوا بتجيبوا هدايا للناس، في مرحله هدايا كتير في حياتك. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتقولوا لي الكلام ده متفق معاكوا يا برج التور ولا لا. قولوا لي فعلا في شخص بدات تحس بمشاعر ناحيته، ممكن يكون صديق وتحولت من صداقه لحب، او شخص جديد تعرفه من فتره بس الحب عمال بيزيد ولا لا. قولوا لي الشخص ده برج ايه. كمان الناس اللي بتتجسس على برج التور قولوا لي هو برج ايه. قولوا لي برج التور محتاجين تعملوا تونينج لجسمكم ولا لا، كل واحد يقول لي محتاج يخس كام كيلو. ثانك يو، بحبكم، ما تنسوش تعملوا لايك عشان اللايك بتاعكم مهم جدا لدعم القناه، ما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وعايزه كل الناس اللي عندي على اليوتيوب بليز يدخلوا عندي على الانستجرام وعلى الفيسبوك. ثانك يو، بحبكم، بيج هارت، باي باي، مع السلامه. اي لاف يو اول، والله بحبكم اكتر، باي.